يا أغلى اسم في الوجود يا مصر، يا اسم مخلوق للخلود يا مصر، نعيش لمصر ونموت لمصر، مصر مصر تحيا مصر. مساء النصر، مساء العزيمة والإرادة القوية، مساء الكفاح والنجاح على كل مشاهدينا. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة، عفوا، في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الحياة كفاح. أنا بهاني طبعا الشعب المصري بانتصارات أكتوبر المجيدة في الذكرى 47 لحرب أكتوبر. هنطلع تقرير دلوقتي، اوعى تروحوا في أي حتة. أعرف عليكي شيماء الشريف أحمد، محافظة بني سويف، سن 38 سنة. المشكلة مشكلتي كان جوزي موظف في الأزهر وطلع له جواب فصل من 1/7/2019 بسبب الغياب، وبعدها الحال اتدهور، ملوش أي دخل ولا أي معيشة تانية غير الوظيفة، ومعايا ولد وبنت في مراحل تعليمية. سنهم قد ايه؟ أولى إعدادي وتالتة ابتدائي، أولى إعدادي وتالتة ابتدائي، ومفيش أي دخل غير شغل الوظيفة، وكنت قاعدة بالإيجار، وأصبحنا دلوقتي مش عارفة أرفع إيجار، رحت قعدت عند والدتي وأنا ما بشتغلش، ومن هنا اترفعت عليا ديون، وكنت بجيب فلوس من الناس عشان أصرف على ولادي وأجيب حاجة قسط وأبيعها، واترفعت عليا ديون كتير، ومش عارفة دلوقتي أسدها إزاي. فأنا بناشد المسؤولين، السيد الفاضل الشيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب، برجوع لجوزي الشغل عشان خاطر نقدر على المعيشة وعلى الحياة، وبناشد السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي وجميع المسؤولين، لأن أنا كده في مديون اترقمت عليا، في عليها شيكات ماضي انا عليها انا وجوزي، ومهدده بالحبس في اي وقت ترفع عليها الشيكات بعدم السداد، ومعايا ولد وبنت، هيروحوا فين او مين هيعولهم لو انا حصل لي حاجه زي كده انا وجوزي؟ فمش عارفه، مش عارفه نعمل ايه ولا نعيش ازاي. واجملت عليا ديون حوالي 153,000 جنيه، مش عارفه يتسدوا ازاي، واصحاب الديون دي واصحاب الاقساط مش ساكتين، وفلوس قرض معمول من الجمعيه، ومفيش اي حيله للسداد معايا خالص، ومش عارفه اعيش انا وولادي. وقدمت في تكافؤ وكرامه، مفيش حاجه نزلت باسمي ولا باسم جوزي، والعماله غير منتظمه، وبرده ما نزلتش اي حاجه، وانا دلوقتي الموقف اللي انا فيه هيوصل العيال ان هم يتشردوا، لان انا وابوهم هنتحبس، وبناشد كل مسؤول في الدوله، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيد محافظ بن سويف، ووزيره التضامن، وسيدات الاعمال ورجال الاعمال، اي حد جواه خير وفي قلبه رحمه بطلب منه استغاثه من اللي انا فيه عشان خاطر ولادي، مش عشان خاطر أي حاجة تانية. وبناشد الجمعيات الخيرية، وكل مسؤول يقدر يفك كربي وضيقتي اللي أنا فيها عشان أقدر أراعي ولادي الاتنين، وبأي شغل أيا كان. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. الست دي ست مصرية بسيطة اسمها موسيف، كانت حياتها مستقرة زي ما هي حكت كده لغاية ما جوزها اتفصل من الأزهر، اتفصل لأن هو غاب، يعني ما انفصلش لأي حاجة تاني، مثلا لا خد رشوة ولا أي حاجة تشينه، هو انقطع عن العمل ففصل. يعني فدلوقتي بتناشد فضيلة الشيخ شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، عايزة جوزها يرجع، هي يعني مش عايزة حاجة، عايزة جوزها يرجع علشان حياته تستقر تاني ويرجع يبقى فيه دخل. هو دلوقتي ما عندهمش دخل خالص. كمان الديون اللي قالت عليها اللي هي 153,000 جنيه، دي الديون دي مش كلها راحت لها، يعني هي مثلا خدت قروض، فالقرض طبعا بيبقى ليه فايده، او خدت فلوس من حد، فالحد ده مثلا عطاها مثلا 1000 جنيه ب 1500،
عشان تعرف تعيش. عندها ولد وبنت الاثنين في مدارس، خايفه عليهم لا قدر الله مثلا لو اتسجنت بسبب القروض اللي عليها دي، هي وجوزها، ان هم طبعا من الغارمين. فهي بتطالب المسؤولين، بتطالب الجمعيات الخيريه، بتطالب النواب، بتطالب الجمعيات، بتطالب اي حد يقدر يساعدها يساعدها، رجال الاعمال، سيدات المجتمع، اي حد يقدر يساعدها، اي حد غير كده كمان غير اللي انا قلته ده يقدر يساعدها، يتواصل مع البرنامج واحنا هنوصله بيها، علشان هي للاحراج ما حبتش تحط اي رقم تليفون ليها ولا اي تواصل ليها ولا صفحتها ولا اي حاجه، واحنا احترمنا ده في برنامجنا الحياه كفاح على خصوصيتها. فاي حد يقدر يساعدها يتواصل معانا واحنا هنوصله بيها على طول، ان هي فعلا محتاجه مساعده، هي فعلا دلوقتي محتاجه اللي يقف جنبها، هي خايفه على بنتها وخايفه على ابنها، عايزاهم يتعلموا، عايزاهم حد كويس. ارحب بضيف النهارده كابتن ايمن عبد العظيم وشهرته كابتن ايمن رأفت. كابتن ايمن من ذوي القدرات الخاصه بس متعدد المواهب. ازيك يا كابتن؟ الله يسلمك، نورتني وشرفتني في برنامج في برنامجنا النهارده الحياه كفاح. ده نورك والله بوجودك، والله الله يعزك. طب معانا مداخله الحاله الانسانيه اللي كانت في الحلقه الماضيه من برنامج الحياه كفاح، استاذ عبد الرحمن. الو؟ ايوه استاذ عبد الرحمن. ازيك يا زينب؟ الو؟ ازيك يا ست الكل؟ ازيك يا ست الكل، عامله ايه؟ ازاي حضرتك، عامل ايه؟ ايوه معاك يا عبد الرحمن اهو، معاك يا عبد الرحمن. احنا على الهوا مع... اهلا بيك في الحياه كفاح، نورتنا. ومشكرك يا ست الكل. ربنا يبارك فيك. احنا كل مره كنا كل مره كنا في الحياه كفاح. ايوه شكرا لحضرتك. كل مره كنا في الحياه كفاح. رحت لوزراء الاستاذ احسان وشفت يعني وكيل وزاره التضامن في بني سويف استاذه احسان ابو زيد. تمام. شوف لك بكام او كشف والمشروع احنا نجيبه لك احنا من عندنا. تمام. ورحت المحافظه وقابلت الاستاذ سيد والراجل برضه كان طلب موضوع الشقه وقال لي عدى بعد عليها بعد اسبوع، واتمنى من الله سبحانه وتعالى ان الاجراءات بتمشي بسرعه ان شاء الله. واحنا برضو دلوقتي بنشكر الاستاذ سيد سعد اللي هو مدير شؤون الاعاقه بديوان عام المحافظه ببني سويف، وبنشكر استاذه احسان ابو زيد وكيل وزاره التضامن ببني سويف، وزي ما قال كده استاذ عبد الرحمن بنشكركم على سرعه الاستجابه، وهو يعني مستعجل عايز الاجراءات بسرعه، فاحنا بنشكركم جدا على استجابتكم. شكرا يا استاذ عبد الرحمن. احنا حبينا النهارده كان كل مره مثلا في الحياه كفاح بيبقى معانا الحاله وبعدين معانا الاستجابه المسؤولين، كنا بيعملوا معانا مداخلات بتفضلوا مشكورين يعني. فاحنا حبينا النهارده في الحياه كفاح نشوف حصل ايه مع المواطن ده فعلا. فهو بالفعل راح المحافظه وقابل استاذ سيد سعد وقدم فعلا على الشقه وان شاء الله يدوها له، وراح لاستاذه احسان ابو زيد وكيل وزاره التضامن ببني سويف وتفضلت مشكوره ان هي هتعمل له مشروع. فانا بشكر فعلا المسؤولين للاهتمام وسرعه الاستجابه لبرنامجنا الحياه كفاح. ارجع تاني لضيف اللي منورني كابتن ايمن عبد العظيم وشهرته كابتن ايمن رأفت من ذوي القدرات الخاصه ومتعدد المواهب، وهنعرف ازاي دلوقتي. برحب بيك تاني يا كابتن في الحياه كفاح. احكي لي كده متعدد المواهب، انا عارفه الرياضه، احكي لي كده بقى ايه المواهب التانيه اللي عندك؟ انا عارفه ان انت طالع تاني جمهوريه في الجري، مركز تاني في ال 400 متر، ومركز تالت في ال 300 متر جمهورية. برافو. في المركز تالت في ال 200 متر، عفوا. والعاب القوة بتلعب رمح؟ بلعب رمح. تمام. برمي 30 متر. تمام. قول لي بقى وعندك مواهب تاني؟ عندي بحفظ قرآن. قارئ؟ تمام. يعني حافظ 22 جزء. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. طب ممكن تسمعنا بقى حاجة؟ ماشي حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اتفضل. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد
ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. بسم الله ما شاء الله عليك. عليك السلام. احكي لي بقى شويه عن الميداليات دي، خدتها فين؟ وكانت يعني كلها بطولات جمهوريه تاني وتالت، بس احكي لي كده امسك واحكي لنا عن الميداليات دي. انا اول بطوله طلعتها كانت في اسماعيليه، كانت اول بطوله ليا، فانا طلعت كنت متوتر يعني ما قدرتش اعمل اي حاجه، كنت واقف على الستارت واول ما الحكم صفر فجريت عادي كده، بس كنت خايف وانا بجري علشان كده ما عملتش اي حاجه. دي اول بطوله ليك؟ كانت اول بطوله ليا جمهوريه طبعا. تاني بطوله بقى كانت بعدها بس بسنه، كانت الدوري لعبت وبعد كده حققت اول فضه في ال 400 متر. مركز تاني جمهوريه؟ مركز تاني جمهوريه ومركز تالت في في ال 200 متر. بس تمام. الشهادات هنا ممكن انا اوريها لكم بتاع الكابتن، ممكن الكاميرا كده معايا. دي شهادات كابتن ايمن، ممكن الكاميرا بس تجيبها لنا. اوكي، شهادات ايه؟ طيب، وكان عندك موهبة تاني، موهبة الشعر. وسمعت كمان قبل الهوا منك ان انت بتقول الشعر بطريقة الشاعر هشام الجخ. فممكن تسمعنا احنا والمشاهدين كده حاجة، اي مقطوعة شعرية تحبها براحتك يعني. أمي الغالية، أمي الغالية، الزمان كله زمانك وترخص الدنيا علشانك، ولو حد عطاني روحه والله ما ياخد مكانك، بحس دموع عينيكي مكتوب فيها انا محتاج لك، بحس كلام شايفك عايز يقول لي لسه بحبك، بحس ده من بعيد او لما اكون بعيني شايفك، بحس قلبك من جوه جدا وجعك جدا حزين، بحس فيكي وعارف سبب ده كله مين، وعارف صعب تنسي حب السنين بل مستحيل، وعارف ان العذاب اصبح في قلبك سجين، وعارف ان جسمك اصبح نححيل، وعارف انك حلفت بمليون يمين ان مفيش حد من تاني اهتديناه قلبك رغم الحنين، غم اني عارفك بتحب الحب وبتعشقيه، وقلبك رومانتك بس الجرح جرحت قلبك، بس الغرام نزل دموعك، بس الوداع خلاكي تأخذ قرار ان مفيش حد يقرب منك، دايما بسمع نفس الكلام انت ايه ذنبك وانا ليه جرحتك يا حبيبتي، ايام وشهور عذبتك كان غصب عني، صعبان علي حالي اللي كان ساكن في قلبي راح مني مش راجع تاني، احبك يا غاليه. شكرا، جميله طبعا. انا دايما بقول في كل حلقات من ساعه ما بدانا برنامج الحياه كفاح من اول حلقه وانا بقول ان الام كل حاجه، وتحيه لوالدتك من برنامجنا الحياه كفاح، احنا بنحييها على الهوا. طيب قول لي بقى، يعني انت خريج ايه؟ ايه المؤهل بتاعك ايه؟ دبلوم زراعه. دبلوم زراعه، بتشتغل؟
لا ما بشتغلش، عمري ما اشتغلت لحد دلوقتي. قدمت على شغل؟ قدمت على شغل ورحت القوة العاملة، قدمت ورق هناك في القوة العاملة، وبعد ما قدمته قالوا لي احنا هنسجلك، وبعد ما نسجلك هنوظفك ان شاء الله. فالمهم سمحت الكلام وبعد ورحت مشيت اهو. بقاله قد ايه الكلام ده؟ قايله سنتين، سنتين. قايله سنتين لكن مفيش استجاب خالص، مفيش شغل يعني، ما مفيش. ولا انت بتشتغل، ممكن تشتغل مثلا اي حاجة خاصة ولا اي حاجة؟ ولا اي حاجة. انا حاولت اشتغل في جران زيت وجران سكر، حاولت اشيل على كتفي عشان اجيب القرش. ممكن الكاميرا بس تجيب لنا الإعاقة بتاع كابتن أيمن كده؟ هي الإعاقة في ايدك وفي رجلك، رجلك الشمال ولا اليمين؟ رجلي الشمال واليمين وايديا ممكن ترفع الشمال ايدك بس واليمين. قدام الكاميرا كده؟ تمام. انا حاولت اجيب القرش من حلال ما عرفتش، عشان هو لازم من حلال يا كابتن أيمن، لازم من حلال. واحنا ان شاء الله هنساعدك في برنامجنا الحياه كفاح، انت ان شاء الله تتواصل مع المسؤولين ويكون في استجابه ان شاء الله لحالتك دي، وتقدر تتعين في اي حته يعني. ان شاء الله ان خير. شاء الله ان شاء الله. لا يأس مع الحياه ولا حياه مع اليأس ولا ايه؟ لا 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 نيأس. ايوه، لا مفيش يأس طبعا. طيب اخواتك مثلا في البيت، والدتك والدك، ظروفهم ايه يعني؟ انت مثلا مفيش شغل خاص بوالدك تقدر تشتغل معاه او بحد من اخواتك؟ ابويا كان شغال وطلع المعاش، ودلوقتي قاعد في البيت، وامي قاعده برضه في المنزل ما بتشتغلش، قاعده في المنزل يعني. احنا دلوقتي الو، الصور نازله دلوقتي. نشوف الصور كده. دي صورك مع زمايلك؟ ده كنت في بطولة ايه؟ كنت في بطولة الجمهورية. بطولة الجمهورية؟ اه. اللي انت حققتي فيها مركز تاني؟ اه. برافو. والصورة التانية دي كانت في استاد ايه؟ في استاد بني سويف. في استاد بني سويف الرياض. اه. ده كان تمرين ولا كان برضو كان كان في بطولة؟ تمرين، كان تمرين، كنت بتمرن هناك في الاستاد في بني سويف تمام. قبل البطولة. طب في جائحة كورونا دي، في طبعا التمرين كله اتوقف، رجعت بقى للتمرين تاني بعد الدنيا ابتدت تفتح كده ولا بتعمل ايه في التمرين بتاعك؟ لا رجعت تاني بس مع نفسي، كنت طب باجي. والكابتن؟ الكابتن ما كابتن اسمه اللي بيمرنك؟ الكابتن كان الأول، كان الكابتن الروماني والكابتن محمود عبد الغني، والمدير برضو اللي كان ماسك النادي الكابتن أحمد حسين. بس بعدها بقى حصل كده. كورونا؟ اه. طب ما حاولتش بعد كده تتواصل معاهم وتكمل التمرين بتاعك؟ ما لو كله بيقول ان احنا لسه ما خدناش القرار، لما ناخد القرار كل حاجه ترجع لطبيعتها يعني تاني. احنا اي حد عايز يساعد كابتن ايمن في شغل في اي حاجه يتواصل مع البرنامج، واحنا برضو هنوصلكم بيه عشان هو برضو رافض رقم التليفون، ورقم البرنامج موجود على الشاشه. طب قول لي يا كابتن كده، انت بتنشد بقى مين من المسؤولين؟ الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزارة التضامن، وزير والمحافظ بني سويف. محافظ الرئيس ومحافظ بني سويف ووزارة التضامن. طب بتطلب منهم ايه؟ بطلب ان انا عايز شقة، عايز شقة. ايوه، وعايز اتعين وظيفة من الوظائف الحكومية اللي هي ال5% اللي هي 5% لذوي القدرات الخاصة. طيب بتطلب ايه تاني؟ وبطلب برضه الكارنيه الخدمات المتكاملة دي، اللي هو اللي اسمه الكارت الذكي، او المخدمات الكارنيه الذكي، صح كده، اللي هو كارت الخدمات المتكامله لذوي القدرات الخاصه او ذوي الهمم. ان هو يشتغل يعني، يشغله يعني. طب انت قدمت الاجراءات ولا لسه؟ قدمت. طب بقول لك ايه، لما قدمت يعني ياخد وقت قد ايه؟ قالوا لي شهرين. انت مقدم بقالك قد ايه؟ هاجيني 15 يوم. طب ان شاء الله يتم على خير ويخلص لك ان شاء الله الاجراءات دي ان شاء الله باذن الله تعالى. واحنا ان شاء الله برضو اي حد هيحب يساعد كابتن ايمن يتواصل مع البرنامج برضو احتراما لخصوصيته، ومحبش هو يحط يعني رقمه ولا حب يحط الاكونت بتاعه على الفيسبوك. فاحنا الحمد لله يعني
مسخرين لخدمة كابتن أيمن، وأي حد يتواصل معانا واحنا بنحترم الخصوصية. يعني هو لما مثلا زي ست أم سيف لما قالت أنا مش عايزة أحط الأكونت بتاعي ورقم تليفوني، احترمنا ده وقلنا ده على الهوا. أي حد عايز يساعدها يتواصل معانا، أي حد عايز يساعد برضو كابتن أيمن برضو يتواصل معانا واحنا هنوصله بيه، سواء بقى كانت جمعية، كان سيدات مجتمع، رجال أعمال، أحزاب، نواب، أي حد غير كده كمان حابب يساعد أم سيف أو كابتن أيمن يتواصل مع الحياة كفاح. الرقم مكتوب على الشاشة، رقم البرنامج، صفحتنا على الفيسبوك برنامج الحياة كفاح، تحت أمركم في أي وقت وتحت أمر كابتن أيمن. وأنا بطمنك إن شاء الله إن إحنا هنتواصل مع المسؤولين برضو وهنساعدك، وأي حد هيطلب مساعدتك إحنا مش هنتأخر وهنوصلك بيه على طول. طيب مالكش أي طلبات تاني؟ انا بتمنى بس ان انا اتوظف، بس اتوظف بس. يعني انت عايز تتوظف، يعني كل همك عايز تتوظف ال 5%. عايز اتوظف بس عشان اقدر اعيش، اقدر اعيش، عشان لو انا رحت لوحده اعرف اتكلم معاها وتتكلم معايا. صحيح. عشان انا لو انا مش شغال دلوقتي ورحت لوحده اهلا يرفضوني ولا ايه؟ لا انت ما تترفضش يا كابتن، ده هيرفضوني. لا ده انت كابتن بس ما شاء الله متفوق رياضيا وقارئ وعندك مواهب كتيره، ما انا مش محترم يعني كل الناس تحترمك، انت فوق دماغنا يا كابتن ايمن. الله يعزك، ما دام انا مش عندي شغل يبقى يرفضوني ولا مش هيرفضوني؟ اكيد هيرفضوني. لا ان شاء الله لازم نكون عندي شغل، علشان هيبقى عندك الشقه ان شاء الله، وهيبقى عندك الشغل ان شاء الله، تتوظف بال 5% اللي هو حقك اصلا. لا وانت من حقك انك تخطب وتتجوز وتخلف كمان، لا من حقك طبعا، واحنا ان شاء الله في برنامج الحياه كفاح نساعدك انك تاخد حقك في كل حاجه ان شاء الله. بس تقول لي بقى رسالتك ايه للشباب اللي هم مثلا ذو القدرات الخاصه زيك او الشباب العاديه، تقول لهم ايه من خلال كده برنامجنا الحياه كفاح النهارده؟ اقول لهم وجه لهم رساله، تقول لهم ايه؟ لو حد مثلا في ظروفك، مثلا ظروفه صعبه او مش قادر، يعمل ايه؟ اقول له اصبر. يعني عليه بالصبر. اصبر اصبر وانت تنور. بس انا بشكرك جدا يا كابتن ايمن، انت نورتني وشرفتني النهارده في برنامج الحياه كفاح، وان شاء الله اللي نقدر نساعدك من خلال برنامجنا. وانا بشكر الساده المشاهدين على حسن المتابعه، على وعد بلقاء متجدد في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج الحياة كفاح. السلام عليكم.